ما أثر حرق البرجين على الفرنج؟ حزن الفرنج حزنا شديدا، وجمع لويس القوات وأخذوا يفكرون في حل لإكمال الجسر. كيف كانت الخيانة للمصريين من الداخل؟ أقبل أحد أتباع لويس يخبره بأنهم وجدوا رجل يدلهم على طريق إلى العرب في مقابل مال، وهذا الطريق عبارة عن مخاضة أي مياه ضحلة يستطيع لويس أن يسير فيها هو وجيشه في بحر أسمنت طناح، يقتزون منها ويفاجئون العرب ويهزموهم. ماذا فعل لويس بعدما علم بأمر الرجل الخائن؟ التفت إلى أخيه دارتو وقال والفرح يهزه: تسرع أنت يا دارتو بفرقة من الفرسان وتخترق تلك المخاضة وتعبر بحر أشموم طناح وتفاجئ العرب وتشغلهم بالقتال عن الجسر، بينما يجد ويجتهد المهندسون والعمال ويكملوا هذا الجسر، فنزحف عليه ونلتقي بك وندهم المنصورة ونفتح الطريق إلى القاهرة. كيف أخذ دارتو العرب على غرة أي على غفلة؟ لأن العرب لم يكونوا يتخيلوا أو يتوقعوا أن يصل الفرنج إليهم من الأرض أو من السماء. ما موقف فخر الدين وما مصيره؟ نهض فخر الدين ابن شيخ الشيوخ إلى جواده عندما رأى الفرنج، واندفع دون أن يعد عدته واقتحم صفوف الأعداء في بسالة وجرأة وشجاعة، فالتفوا حوله بسيوفهم من كل جانب، فخر صريعا واندفع دارته إلى المنصورة حتى بلغ قصر السلطان. بما استغاثت شجرة الدر عندما رأت دارته على أبواب قصر السلطان؟ صرخت شجرة الدر في المماليك تحثهم على الاستماتة لإنقاذ شرف السلطان وزوجته وجواريه. ما أثر هذا النداء على المماليك البحرية؟ التهبت حماستهم واندفعوا إلى الفرنج يتقدمهم بيبرس، وقابلوا الأعداء بسيوفهم ورماحهم فلا يبالون بما أمامهم من سيوف ورماح الفرنج. كيف واجه بيبرس الفرنج؟ أظهر بيبرس من الشجاعة، فقد هجم على دارتو وبعث بفرقة أخرى إلى خارج المنصورة لتحاصر المعتدين وتقطع اتصالاتهم بقوات الفرنج، وطعن بيبرس دارتو طعنة قوية فمات وغرق في دمه، وتمت إبادة من حوله ولاذ الآخرون بالفرار. كيف كانت المقاومة في المنصورة؟ كانت المقاومة في المنصورة على أشدها، فقد نشبت مع الفرنج معركة دامية اشتبكت فيها الأجساد بالأجساد والسيوف بالسيوف والرماح بالرماح، وعملت فيها قضبان الحديد والسواتير والسكاكين، وانهمرت على رؤوس الفرنج قذائف البيوت من الأسطح والنوافذ حجارة وطوبا وأوعية فارغة وسهاما وقطع أثاث. ماذا فعل عمال الفرنج في هذه الأثناء؟ كان عمال الفرنج في هذه الأثناء انتهزوا فرصة هذه المعركة وانشغال العرب في الحرب مع الفرنج، فاجتهدوا في العمل من أجل إكمال بناء الجسر وكادوا يتمونه، فلما بلغهم الخبر الحزين وهزيمتهم في معركة المنصورة فقدوا عقولهم وألقوا بأنفسهم في الماء.